فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول زوجتي يأتيها الحيض ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن، فهل وقت الانقطاع يحل لي أن أجامعها وأنا أعلم أنه قد يرجع إليها؟ إذا انقطع انقطاعا كاملا ومرت فترة يجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها إذا كان انقطاعه مدة يوم أو أكثر، يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها. أما إذا كان الانقطاع يسيرا ساعات فقط، ساعات ثم يعود، هذا لا، هذه لا تزال حائضا. نعم.